9000 نسمة مستفيد من مشروع الإنزال السمكي في منطقة المتينة التابعة لمديرية الطحيطة بالساحل الغربي، بعد أن استكملت عملية إنشاء المشروع الذي يتكون من ساحة حراج وغرفة للإدارة بالإضافة إلى تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة. الهلال الأحمر مؤسسات للقيام بأعمالنا للصيد ولكثر بيع المشتريين لأسماكنا. ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أكد أن أكثر من 4000 صياد في 9 مناطق محررة سيستفيدون من مركز الإنزال السمكي الجديد، وأن هيئة الهلال قامت بتأهيل وإنشاء 24 مركزا للإنزال السمكي بالساحل الغربي، مبينا أن عددا من قوارب الصيد والمشتغلين في مجال الصياد السمكي قد بدأوا نشاطهم بشكل ملحوظ، ما يدل على أهمية وجود هذه المنشأة التي ستحقق الفائدة على سكان تلك المناطق. هذا المرسى يعتبر واحد من المشاريع التي نفذت والتي تعد بالعشرات، لا نبالغ إذا قلنا بالمئات من المشاريع التي نفذتها دولة الإمارات. وكذلك من هنا نقول أن الهلال الأحمر الإماراتي قريب من أبناء الساحل الغربي. مدير عام مديرية الطحيطة رئيس المجلس المحلي أكد أن مركز الإنزال السمكي الذي جرى إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها. نفتتح مشروع مرسى الصيادين الذي تقدمت به الإمارات مشكورة من خلال الهلال الأحمر، وهو يذلل عدة صعاب كان يواجهها الصيادين. ضمن المشاريع التي قدمها الهلال هي تأهيل وترميم مدرسة القرية. الصيادون المستفيدون من المشروع أكدوا أن مركز الإنزال السمكي أعطى دافعا معنويا كبيرا لهم للعودة إلى ممارسة مهنة الصيد وتسويق وبيع الأسماك من أجل تحقيق التنمية وزيادة الدخل لهم. الهلال الأحمر الذي قدم لنا الخير الكثير، وما نقول فيه، هذا الهلال الأحمر الذي وزع لنا مواد غذائية وصلح لنا منزل صيد للصيادين. حنا كنا الصيادين كانوا ينزلوا الصيد في أشه من الغبار والتعب والريح. وتواصل الإمارات تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.